احنا عايزين نتكلم عن موضوع صحبه السوق يا شيخ حسام. عايزين نقول برضو صحبه السوق يعني هو الشاب هو اللي بيجيب لنفسه المشكله ديت نفسها. بمعنى ايه؟ هي صحبه السوق هي هتجري ورا في ايه؟ في تليفونات هيروحوا له البيت يخبطوا عليه، هيروحوا له الجامعه عشان ياخدوه معاهم. هو لو قفل كل المنافس ديت ما هو هي هينجو منهم بفضل الله. لا، اصل هي المشكله يا شيخنا دايما في الشباب ان هم لا يحبون ان يتركهم واحد منهم. نعم. يعني لما بيلاقوا واحد بدأ ينضبط زي ما تقول بيغيروا ازاي هو ينضبط واحنا لا. نعم. فيأبوا ان يتركوا اخاهم للانضباط ويمضوا في سبيله. نعم. لا، لازم يجيبوه معاهم. نعم. هي دي نقطة مهمة جدا. نعم. ما هي بقى المشكلة دي تتحل ازاي؟ تتحل بان اولا احصن نفسي. حصل نفسي زي ما قلنا صحبة أولا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. يعني أنه يسأل المولى عز وجل أن يعصمه من هذه الفتنة. الحاجة الثانية أنه يبتدي يغير ويصحب أهل الصلاح. شيء طبيعي أن صحبة السوق لما يلاقوه ماشي مع الشيخ فلان والأخ فلان وده فلان فيقول لك يا عم خلاص ده يعني ده صبقة ودخل في دين. فيبتدوا هم يبتدوا يبعدوا عنه ويبتدوا ان هم ينفروا منه. اذكر يا شيخ حسام وطبعا الموضوع ده ان شاء الله يعني لما يحين الوقت ان انا افشي هذا السر الكبير الذي في قلبي. اذكر ان انا لما التزمت سنه 91 كان حواليا طبعا كم كبير جدا من شله السوق ومش اي شله سوق بقى. يعني انا طبعا الحمد لله رب العالمين لا عمري بفضل الله يعني وقعت في فاحشه ولا عمري شربت خمر ولا عمري ما عملت في هذه الاشياء، لكن يعني كنت في هوايه معينه هذه الهوايه كان فيها يعني مخالفه شرعيه، لكن اقصد لما طرقت هذه المساله كان عندي حوالي كم كبير جدا من شله السوق. انا عملت ايه في الوقت ده؟ اعتزلت كل هؤلاء وبفضل الله وبدات اصحب ناس افاضل ناس صالحين. هم الشباب دولت لما لقوني بالمنظر ده كده اللي كان بيحبني لشخصي ابتدى يقرب ويلتزم معايا، واللي كان بيحبني علشان هوايتي ديت فابتدى ينفر. فقلت الحمد لله، يبقى احنا كده عملنا عمليه تصفيه وتنقيه. الحمد لله ربنا اكرمني بخلاصه هؤلاء الشباب والتزم معايا وبقى زي الفل. فانا بقول للشباب بقول له طب انت لما تصحب اهل الصلاه هو ايه اللي ضيع عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحبه السوق. حتى عند سكرات الموت في بدايه السكرات لما النبي عليه الصلاه والسلام يذهب اليه والحديث في الصحيحين ويقول له يا عم قل لا اله الا الله كلم احج لك بها عند الله. فيقول هو على مله عبد المطلب وجنبه عبد الله بن ابي اميه والناحيه الثانيه ابو جهل وطريقة ترغب عن ملة عبد المطلب يقول هو على ملة عبد المطلب. وبآخر رمق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأكرهت بها. يفكر في موضوع بعيد قوي يعني أنت بعد ما تموت بتفكر أن هم يعيرون بعد ما تموت ومات كافرا. يعني سبحان الله. وعقبة بن أبي معيط اللي كان بينه وبين الإسلام شعرة. أيوه. وإذا بأبي بن خلف يرجع من السفر يقول له سمعت أنك سبقت يا عقبة، مع أنه نطق الشهادتين لكن طبعا ما قالها كده مجاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هيبتدي يستشعر بقى. وإذا بأبي بن خلف يقول له إذا كنت ما سبقت اذهب وأذي محمدا. ويذهب عقبة بن أبي معيط ويؤذي النبي أشد إيذاء. شوف قد إيه. ويقتل يوم بدر كافرا. تخيل وينزل في قول المولى عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. شوف قد ايه يعني خلاص كان عقبه بن ابي معيط فعلا قرب. شوف قد ايه. وكان الشيطان للانسان خذولا. سماه شيطان انس. نعم بالظبط. وشياطين الانس اشد على الانسان من شياطين الجن. شيطان الجن ما عليك الا ان تستعيذ بالله من شيطان الجن خلاص يروح. انما الشيطان الانس لا ده واخد بايدك. أيه. تعالى يا حبيبي ايه في ايه انت بقيت مكلكع كده ليه؟ انت بقيت غلس يا اخي انت كنت حلو زمان وود حلو كده وروش وجميل وامور ايه اللي حصل لك يا ابني؟ ايه الكآبه اللي انت فيها دي؟ صح. ده الكلام اللي بيتقال بين الشباب. فيبتدي الشاب كده ينكمش كده ويحصل له انهزام نفسي يقول يا ما فعلا كنت حلو قوي وكنا بنضحك وكانت ضحكتي حلوه وكان وشي منور دلوقتي بقيت مظلم وبقيت كئيب وبقيت. احنا بنقول له انت لو التزمت هتبقى اجمل. يعني سبحان الله. يعني وهو دي الصوره اللي بفضل الله بنحاول ننقلها للشباب. نعم. انت كشاب كنت فاكر ان الملتزمين والدعاء دول ناس مكشرين وقافلين الدنيا لان فعلا كانت الصوره قبل كده كانت كده فعلا بالمنظر ده. لكن لما شفت بعض الدعاء وعرفت قد ايه الناس دي عايشه حياه جميله جدا ومرحه وحلوه ولذيذه وكان بعض الناس في بدايه الحمد لله يعني دعوتي كان بعض الناس ينكروا عليها هذا الامر. يا شيخ محمود ما ينفعش كده
نقعد دي محاضرة الدين يعني ما ينفعش نضحك ونبتسم وما نعمل يا جماعة يعني لابد الإنسان يكون كده يعني فاهم إزاي؟ أقول له طيب ما تشغلش نفسك وأعمل نفسك مش شايفني يعني فاهم إزاي؟ لكن يا أخي النبي كان كده صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فإحنا هنكشر ليه والناس أصلا تعبانة الناس في هم وضيق لا يعلموا إلا الله هنزهقهم في حياتهم كمان طب هو زهق من حياته بيقول طب خلاص أنا ما فيش أي باب يعني ما فيش دخل نجاة ليا ولا إنقاذ إلا الدين يجي يخش على الدين يلاقي الدنيا سودة فيقول لك لا 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 خلاص خليني بقى إيه كفاية الصدقات اللي حضرتك بتوزعها بتسامح الله الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا